بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. روسيا تتعهد بتزويد إيران بطائرات مقاتلة حديثة جدا عشان الهجوم أو الحرب اللي هتقوم ما بينها وما بين المغضوب عليهم. مش بس كده، رئيس وزراء المغضوب عليهم شكله كده غاضب من الغرب، ما ردش على التليفون من ريشي سوناك من بريطانيا. أيوة من بريطانيا. يا جماعة احنا مفيش حد يملك الحقيقة، عشان في اللغط اللي داير ده لا احد يملك الحقيقة. انا هنا شعرنا في اول قناة خالص، العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والكرم. بعد كده لما حصل فيها مشكلة وفتحنا قناة تانية بقى شعرنا اقرب ما يكون الى الواقع، ودي اتقفل. شعرنا في هذه القناة ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين، دي شعاراتنا كلها. لا احد يملك الحقيقة، انا بحاول اكون اقرب ما يكون الى الواقع. ليه؟ لان انا مسؤول عن وعيك، بنقلك الموضوع، فانا بحاول اكون اقرب ما يكون الى الواقع، ما بعلكش الوهم ابدا، وما في عنديش مشكلة تراجع عن تحليلي، عنديش مشكلة، كلنا بشر نصيب ونخطئ، بس انا بكون الواقع دايما. عايز تعرف الواقع انا موجود. عايز حضرتك تشتري الوهم اللي بيبيعوه كتير، اللي بيبيعوه كتير المنطقة كلها وكل المطبعين عايشين في دور ومكملين في موضوع ان دي تمثيلية. ليه مش عايزين يصنعوا بطل موجود في المنطقة؟ لا هو بطل، طالما قدر يقف وضل المغضوب عليهم يبقى بطل. ليه؟ لانهم كلهم مطبعين، فلو طلعوا او لو غزوا قصة ان ايران قدرت تقف وضل المغضوب عليهم يبقى هم ايه؟ خيني. بس خلاصة فعشان انا ماليش دعوه بقى بالقصة دي، انا اللي بيحكمني الواقع. الواقع هو ايه؟ هو ان اللي حصل ده حقيقي. لحد السفينة اللي سيطرت عليها ايران بتاعت المغضوب عليهم او اللي ادعوا انها بتاع المغضوب عليهم، حد هنا تمثيلية، الهدف منها خداع الشعوب. انما وقت ما اطلقت صواريخ واطلقت كلام ده اول مرة يحدث في التاريخ، حتى في تاريخ المغضوب عليهم وعلاقتها مع ايران. ايران الاول دولة اعترفت بها ايام الشاه، وعملوا اتفاق معاهم هم وتركيا ايام العلمانية انهم يقفوا قدام الدول العربية لما كانت الجيوش العربية بتحارب. فغيرت دلوقتي بقت لأول مرة تطلق صواريخ على العمق من ساعة اخر مرة كان عاملها صدام. فما نشجعهاش ليه؟ نشجعها. انا بقى لا بشجع ولا بقف جون، انا بنقل لك الواقع كما هو. مش قلت لك ان روسيا هتدعم في الخفاء؟ هنقل لك الخبر دلوقتي. زي ما ظهر قدام حضرتك مسؤولون امريكيون المغضوب عليهم قد ترد بشكل محدود على ايران خارج اراضيها. ده بقولت لك زي ما قلت لك في الحلقه الماضيه اللي نزلت من سويعات قليله، ان كله بيعمل تستات، ايه ايران هتقبل ايه نعمله؟ مش عايزين تصعيد، لانه عارفين ان رئيس وزراء المغضوب عليهم عايز حرب، ما عندوش مشكله، لان امريكا اللي هتبقى في بدايه الصفوف هي والغرب، تمام. فمش عايزين القصه دي. مين اللي عايزها؟ رئيس وزراء المغضوب عليه. حلو الكلام. مين اللي عايزها تاني؟ روسيا والصين، عشان يدخلوا امريكا في مستنقع في قلب الشرق الاوسط، في بالتالي تتغير خريطه الشرق الاوسط ويحطوا رجليهم فيها لو انتصروا. وفي نفس الوقت امريكا هتخش في مشكله كبيره في الشرق الاوسط، فيقدر بوتين يحسم الحرب الروسيه الاوكرانيه، تقدر الصين تخش تايوان. خلي بالك الصينيين بيشتروا ذهب النهارده وانا بكلمك بشكل اول مره يحدث في التاريخ. الشعب مش الحكومه، الشعب كله فاهم ان في حرب جايه والدولار وهتبقى عليهم عقوبات و فكله بيتخلى عن الدولار وبيشتروا ذهب، جنيهات ذهب بقى، سبايك، مشغولات، بيشتروا اي حاجه قدامهم رغم ان اسعاره عاليه، كلها اسعاره عاليه عالميه. فده مستفيد وده مستفيد ورئيس وزراء المغضوب عليهم مستفيد. روسيا، الصين، رئيس وزراء المغضوب عليهم. اللي مش عايز الحرب دي ايران عشان ما يخشش كبش فدا في القصه وعايز يتنوا شغال حرب بالوكاله. ومين تاني المستفيد؟ اهلنا وناسنا الموجودين في القطاع. فهم دلوقتي بيعملوا تستات لمين؟ لايران، عشان يشوفوا ايه اللي هي ممكن توافق عليه. الفاينانشال تايمز ده بيوضح ان الموضوع فيه صدع كبير جدا ما بين رئيس وزراء المغضوب عليهم وما بين الغرب. مين الغرب؟ ريشي سوناك، بريطانيا، ايوه ده اللي مؤسسها الكيان، ايوه. الفاينانشال تايمز بتقول رئيس وزراء المغضوب عليهم مشغول جدا. يا راجل مشغول جدا ازاي؟
بحيث لا يجد وقت للتحدث مع ريشي سوناك بعد أن ساعد سلاح الجو الملكي البريطاني في صد الهجوم الإيراني. فاينانشال تايمز حول رفض رئيس الوزراء المغضوب عليهم إجراء محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني، مش عايز يقبل منه تليفون، لدرجة أنهم عملوا إيه؟ بعتوا له أنالينا بيربوك رئيس وزيرة خارجية ألمانيا هتروح بنفسها تركب الطيارة وتروح لمين؟ رئيس وزراء المغضوب عليهم. وفي زعماء كمان جايين لأنه ما عادش بيرد، يا ابني ما تهاجمش، وهو مصمم على الهجوم، أنا هضرب، أنا هرد، أنا هرد، أنا هرد، يا ابني اعمل هجوم محدود، لا ده أنا مصمم، والحكومة اللي بتاعت المغضوب عليهم على إجماع بده، لازم نضرب العمق زي ما ضربوا العمق، لازم نرجع الردع تاني. بليتوكو المستشار الألماني وبخ جوزيف بوريل بسبب انتقاده للمغضوب عليه، اللي هو إيه؟ اي حد هيتكلم ضد احنا اللي واقفين، فعشان كده بقول لك هم اللي في بدايه الصفوف. شوف تقرير بسيط كده على سيناريوهات الرد بتاعه المغضوب عليهم اللي ممكن، وانا باكد لك نسبتها عاليه جدا، نسبه 40-50% ممكن تشعل حرب اقليميه. تقرير بسيط كده عن الرد او سيناريوهات الرد، نكمل بعدها. زي ما حضرتك سمعت، اكسوس بقى موقع اكسوس عن مسؤول امريكي، سيكون من الصعب، بص بقى، سيكون من الصعب للغاية تكرار النجاح الذي حققناه في احباط هجوم ايران والمغضوب عليهم تعرف ذلك. عشان انا قلت لك رئيس الوزراء المغضوب عليهم عنده استعداد يضحي. طب ليه يا عم مش هيبقى الموضوع صعب؟ لان ايران كانت عملت لك تيست، عملت حاجة كده فانتازي عشان تقول انا برد، ما كانش الهدف القتل. وجبت لك تأكيد الحلقة الماضية على طول من مين؟ من جون كيربي، بيقول لك ما كنتش تعرف حاجة. إيران ما كانتش عايزة تصعد، هي بس كانت عايزة ترد. حلو الكلام؟ كلام جميل. فإكسوس بيقول من الصعب، سيكون من الصعب للغاية تكرار النجاح. ليه؟ هتستخدم أسلحة جديدة بقى، وممكن تفرتك لك القبة الحديدية، وهجوم من هنا وهجوم من هنا وهجوم من هنا وهجوم من هنا، فبالتالي صعب ترد أو صعب تصد الرد بالنجاح اللي اتحقق المرة اللي فاتت. تقييمنا ان ايران سترد على اي ضربة من المغضوب عليهم كبيرة ومعلنة على اراضيها. يعني اي رد علينا هيكون كبير، يعني انا ما قتلتش حد، هتقتل لي واحد ارد. انا ما عملتش تدمير في البنية التحتية، هتعمل تدمير في البنية التحتية هرد، وهرد رد كبير وعلى ارضك برضو. خلاص المعادلة اتغيرت، ما عادش فيه بقى حرب بالوكالة والقصة دي. وزير الدفاع المغضوب عليهم لخص لك القصة في جملة واحدة، لن يتمكن الإيرانيون من تطبيق معادلة ردع مختلفة ضدنا. بس هي دي القصة، احنا لازم نحافظ على الردع، فهم اللي عايزين يعملوا ردع علينا لا مش هنسمح له، اللي هو ايه؟ هتضربني هضربك. هم مش عايزين دي، اللي هي نظرية اللي بيتابعها بوتين، هتعمله هعمل، هتضربه هضرب، هتدعم هخش، اللي هي نظرية الند. هم مش عايزين كده، ده اللي مستفيده منه ايران استراتيجيا، بقى بتقول انا قوه اقليميه موجوده، انت ما بتدعمك الغرب، انا معايا روسيا والصين، انا اقدر، هتضربني هضربك. الرئيس الايراني بيقول الكيان او المغضوب عليهم ودعموه سيدركون المعنى الحقيقي للرد الواسع في حال ارتكبوا اي اخطاء. بص بيطلعوا كل شويه يقولوا القوات المسلحه الايرانيه بتقول سنقطع قدم اي معتدي هنقطع رجله. نصح المتحسس باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي قادة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، هو ده اللي عارف، هم دولي المغضوب عليهم ملهاش أي لازمة،
ديت النواه بتاعت حلف الناتو او بتاع الغرب الموجوده زراعهم في المنطقه. فبيقول لهم خلوا بالكم بالكفه عن دعم المغضوب عليهم الآيل للزوال وعدم إلقاء أنفسهم في النيران الحارقة مؤكدا بأننا سنقطع قدم أي معتد. الموضوع مش هزار. واشنطن بوست بقى زي ما ظهر قدام حضرتك عن مسؤولين استخباراتيين بتقول تعهد روسيا. تعهد روسيا بتزويد إيران بمقاتلات يعزز دفاعاتها ضد هجوم من المغضوب عليهم أو هجوم أمريكي. يعني اللي هي روسيا هتخش بالسلاح. مش أنا قلت لك روسيا والصين هيدعموا بالخفاء؟ ده انتوا دعمتوا اوكرانيا لحد ما مطولين الحرب داخلين في السنه الثالثه. فمجرد ما ايران خدي سلاح، خدي طيارات سخوي 57 35، خد اللي انت عايزاه، اي سلاح عايزاه خديه. وممكن ابعت رجاله كمان تخش معاكي. خلاص بقى ده انا ما صدقت هكذا بوتين، وقلت لك من اول لحظه ان بوتين هيخش. برضو ابراهيم رئيسي اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قال الكرملين الثلاثاء ان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ابلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف بان الهجوم الايراني على المغضوب عليهم كان محدودا وان طهران لا تريد التصعيد. تمام. واضاف الكرملين ان بوتين عبر عن امله في ان تتحلى جميع الاطراف بضبط النفس وبالتالي عدم الانزلاق نحو مواجهه، وعايز مواجهه بس ده كلام دبلوماسي، قد يكون لها عواقب كارثيه على المنطقه باكملها. برضه نفس الكلام رجب طيب اردوغان رئيس وزراء المغضوب عليهم وحكومته يتحملون بمفردهم مسؤوليه احداث توتر في الشرق الاوسط، اللي قولا واحدا الشرق الاوسط هيتغير لو قامت الحرب دي. لسه طالع خبر عاجل لحظه تسجيل هذه الحلقه، قررت المغضوب عليهم الرد على الهجوم الايراني خلال عطله نهايه الاسبوع حسبما ذكرت قناه كان نيوز. مسؤول ايراني بقى طلع قال الولايات المتحده تطلب من ايران السماح للمغضوب عليهم بتنفيذ ضربه رمزيه لحفظ ماء الوجه. احنا مش قادرين نخلي المغضوب عليهم ما تردش، طب هنخلي ايران تبلع الضربه. هنخلي ايران تبلع الضربه عشان نعمل ايه؟ عشان نرجع الرضع تاني، وعشان المغضوب عليهم ما تخسرش الشعبيه بتاعتها، الحكومه موجوده في الداخل. واو. هل ايران هتوافق؟ بقول لك لا مش هتوافق. السي ان ان عن مصدر من المغضوب عليهم مطلع على المفاوضات مع الاسود، بيقولوا كلما طال امد الصراع كلما اصبحت الاسود اكثر تصلبا وليس العكس. ده اللي انا قلت لك عليه، طول امد الحرب في مصلحه مين؟ في مصلحه الاسود. الاسود تعتقد انها تنتصر لان تعريفها للنجاح هو البقاء، وقد حققته حتى الان، ما عرفوش يخلصوا علينا، اذا انا منتصر. كلما طال امد الصراع كلما اصبحت الاسود اكثر تصلبا وليس العكس. مش قلت لك انتصروا؟ ليه؟ انا كون ان انا قدرت ان انا امنعك من القضاء عليا انا انتصرت. لان انت الطرف الاقوى. وصلتك القصه؟ فبالتالي مش ما تنزلوش عن اي شرط من شروطه. الانسحاب الكامل من القطاع، عاده الاعمار، الافراج عن الاسرى، الشروط اللي احنا بنقولها من اول يوم. كانوا اقرب ما يكون ساعه الهجوم على الهجوم البري. كانوا ممكن يصلوا للاتفاق، بس المغضوب عليهم كانت متصلبه معتقده انها انتصر، فلعبوا على امد طول امد الصراع. فجت النتيجه ايه؟ النتيجه جت عكسيه، وقلت لك اللعب على الوقت ممكن ما يكونش في صالحك. ممكن ما يكونش في صالحك. بس يا سيدي شكرا، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم مع ابراهيم الشرقاوي. لو في اي اخبار طارئه هنطلع نعمل حلقه او هنطلع ببث مباشر، واعذرونا الخفانه بتاعت او عدم انتظام مواعيد الحلقات عشان التطوير اللي احنا بنعمله. بس ان شاء الله لو وصلت لعشر حلقات في اليوم هنعمل، ولو وصلت في البث المباشر هنعمل، وممكن نمتد معكم بالساعات ايا يكون. المهم ان انا احطك في الصورة، وما تنساش احنا هنا بتوع الواقع، اقرب ما يكون الى الواقع. بس يا سيدي شكرا، نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع ابراهيم الشرقاوي. شكرا.